شربي قلت لك نفس القصة صار معي هيك. كنا بالدي تي اس وكنا مع مجموعة صاروا كلهم أسس هلا إلا واحد، وكلهم صاروا يحكوا بألسنة وأنا قربت وصلوا لي قلت له يا رب ليه ما عم تعطيني إياها؟ شو أنا خاطئ أكثر منهم يعني؟ ولا دمك طهرهم ما طهرني؟ ولا هن في شيء أحلى مني؟ إذا هالموهبة بتساعدني ابني حالي وابني كنيستي وأنا بعدني بحب دخن بحب أشرب يمكن بعدني جديد بالإيمان إنه أنا محتاج لأكثر من هون. وطلعت ركعت إيد يا رب أعطيني يا رب أعطيني يا رب أعطيني. بتذكر ب92 وإجوا الأخوة الستاف اللي معنا كنا بدي تي أس، إجا جابي عواد وشادي عواد أصدقائي كانوا يا خيي من النام خلص بكرة بيعطيك فوت نام. وأنا لا يا رب هلا بدي الألسنة. إجا قال لي رب سكوت سكوت حيش تحكي عربي احكي ألسنة. أنا كنت مفكر شي لسان شي ملاك بدي يجي يلقط لساني قري 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 أنا خيفان وعارش بدي أقول إنه أنا ما بعرف أحكي غير عربي أو بتأتي. وصرت أبكي قلت له ما عم بعرف. قال لي يا حبيبي خلي روحك يصلي مش عقلك. قلت له بس ما عم بفهمه شو بدي أقول شيء ما بفهمه. قال لي ما هو المفروض ما تفهم شو عم تقول، لأن من يصلي باللسان فلا يفهم ماذا يقول. يقول بالروح أسرار، يتكلم بأسرار بينه بين الرب. وبولس الرسول برسالته لأهل كورنثوس صحاح 14 على 2 بيقول بالعدد الأول بيقول جدوا للمواهب الروحية. مين هون مآمن بالرب يسوع رب ومخلص لحياته؟ فرجيني إيدك إذا أنت آمنت فيه وتبت عن خطيتك وآمنت فيه. هلأ دور الروح القدس، أنت تعمدت بالمي، إذا ما بتعمد بالمي لازم تتعمد، ولكن في عمودية اسمها عمودية الروح القدس، مع عمودية الروح القدس هلأ فينا نتعمدها هون. عم شوف نهر بهالمكان، إنه الروح القدس موجود، يريد أن يغطسك بهذا النهر. بيقول لهم للكنيسة بكورنثوس يا جماعة جدوا، اسعوا، اطلبوا المواهب الروحية. أريدكم جميعاً، قول جميعاً، أن تتكلموا بألسنة. بس بالأحرى أهم من الألسنة بعد بدي يلي بيحكوا بألسنة بدي يكون تطلبوا شيء أعمق شوي، الترجمة وأعمق من الترجمة النبوءة. ليت كل شعب الله أنبياء أدي أنا كم مرتاح. لأن النبوءة تبني الكنيسة أما اللسان فيبني نفس. قول يا ابن النفس، بتقلي نفسي بدها بنيان؟ لا، انت كامل اسم الله عليك، كامل اوصافك. سلام على اسمك عم ترشح زيت. اذا مش مصدقني اسال مرتك، هي بتقلك قد ايه بترشح زيت. كلنا محتاجين لبنيان انفسنا. امبارح كنت عم بقرا تقرير عن تأثيرات، اسمعوني منيح، من بعد ما قريت هيدي الآية يلي كلكم حكيتوها، كل الخدام حكيوها هلا، ما انتبهتوا شو هي، رح ارجع لكم شو هي، يلي الرب امبارح حكاني منها، أنا محضر 15 صفحة. أنا كنت روح مع الأبونا جوزيف ضوء أقعد نهار كامل مع الرعية عندهم من الصبح للمساء، هو يطعميني سمك وأنا أوعظ وتعليم وبالآخر كلهم ياخذوا فايد الروح، هو بخبركم. وكلهم ياخذوا ألسنة، الكل، ما حدا يبقى بلا ألسنة، واللي عنده ألسنة بياخذ النبوءة، واللي عنده نبوءة بياخذ ترجمة. بكيت عم بقرا تقرير، ليه الرب قال لي اقراها التقرير؟ فتش على هالشيء. لكن عم بقرا الآية برومية 5، لأن الله سكب محبته، لأن الآب سكب محبته بقلوبنا بالروح القدس. شو خص محبة الآب بالروح القدس؟ وليه يا رب عم تقول لي قبل بيوم من هذا المؤتمر؟ ركز هون، اترك لي كل شيء محضره. قال لي فوت شوف محبة الآب شو بتعمل،
وغياب محبة الأب قد ايه بتأثر على الأطفال وعلى العائلة. وفتت وهونيك شفت الفظايع. بدقيقة واحدة، أنا عندي 10 دقايق بلش هلا. أنا عم زعبر. تأثيرات غياب محبة الأب الأرضي ووجوده على الأولاد. أنا إنسان حرام تشوف بي سنتين بحرب السنتين، هو علق هون، نحن علقنا بالجبل، كان عمري 7 سنين، أنا اللي الشاب الكبير، أنا رجال البيت، بدي أشتغل تعيش إخواتي الصغار. وفت أشوف شو التأثيرات لغياب البي بالبيت، مين في بيات بهالمكان الآباء؟ يا سيدات أرجوكم أرجوكم انتبهوا على زواجكم وعلموا زواجكم كيف يحبوا أولادهم ويكونوا حاضرين. في ناس عندهم بي بالبيت بس محبة البي مفقودة، وفي أولاد بيقولوا يا ريت بينا بيموت أصلا لأن ما بيعرف يحب الأولاد. وإذا بقول لك بالشرق الأوسط 99.99% من الأولاد ويلي الموجودين هون، إذا بقعد 5 دقايق أنا وياك بتقلي أنا كان محبة بي غايبة عني وقت لحتزدق. وشو التأثير يلي البي عم يغيب عن أولاده كل الوقت؟ أنت ما عم تحس فيها، بس رح خبرك شو التأثيرات. فوت على جوجل رح تقرأ صفحات من أمراض بتصيب هالولاد. اخترت منهم 8 أشياء بسرعة. من الأثار التي يمكن أن تترتب على غياب الأب، على غياب محبة الأب، يمكن الأب موجود بس محبته مش موجودة، على البنات وعلى الصبيان. 1، هدول الأولاد رح يطلعوا ضعاف، ما عندهم ثقة بنفسهم، رح يعانوا بقلة الثقة بالنفس قدام الأولاد يلي بيهم مشجعهم واقف حدهم وعم يعطيهم ثقة بالنفس. 2، ضعف التحصيل والإداء العلمي والأكاديمي. رح تلاقي هالولاد بدك تجيب لهم 100 أستاذ، حبيبي جيب لهم بي يحبهم وشوف كيف رح ينجحوا. أما هوديك الأولاد يلي عندهم بي بحبهم بتلاقيهم متفوقين، بيصيروا دكاترة. رح كفي لك اللي شو خاصه اللي بالروح القدس بآخر وحدة رح تعرف. 3، بتلاقي هول الأولاد اللي عاشوا عندهم مشاكل سلوكية، يعني عاطفية، نقصهم عاطفي، بفتشوا عليها بالمطارح الغلط، بالعلاقات، عدوانيين تجاه زملائهم بالمدرسة أو بالشغل، صعوبة في الحياة المدرسية، وتلاقيهم كبروا كبرت الأشياء معهم. 4، غياب الدعم. بتلاقيهم إذا ما عندهم بي يحضنهم ويحط لهم الحدود ويحبهم، بتلاقيهم ما عندهم نضوج نفسي وصعوبة إنه ينمو نفسيا وينمو الثقة بنفسهم. 5، عندهم دايما صدمة التعلق بالأشياء ومشاكل بالعلاقات، وبتلاقيه بحب بتلاقيه فكس العلاقة، بتلاقيه لا بينطق ولا بطيق حدا، صعوبة جدا بهالموضوع. وبالآخر هالشي رح ينعكس على العلاقة الزوجية وبتلاقيهم انتهوا بالطلاق. عادة الاثنين بيكون عندهم نفس المصيبة، ما عندهم بي يحبهم كفاية لا يعرفوا يحبوا، ما عندهم ثقة، أقل كلمة بتزعزعلهم ثقتهم، كرامتهم راحت، تحس انه في شيء ناقصهم. ليه؟ غياب البي، غياب محبة البي. شو بتعمل؟ اضطرابات نفسية 6، وعقلية وفكرية. 7، فقدان القدرة على الحب، ما بيقدر يحبك. إذا تجوزي واحد شوفي بيه وقدر يحبه مستمتع بمحبة بيه، إذا بيه الأرضي محرم من محبته تأكدي كيف حبه لإله قبل ما تتجوزيه، لأنه رح يطلب منك هالحب وأنت منك الله تتعطيه هذا الحب، رح تاكليها ورح يكلها. 8، هول أكتر شيء بيميلوا للزواج المبكر، للهروب إلى الزواج المبكر. البنت بتهرب بدها شاب، الشاب بيهرب بده بنت، لأن بده الحب، بده الحب. كنت عم بقرأ هالآية رومية 8، السكب الآب محبته في قلوبنا. مين أولاد الرب هون؟ إذا بدك تستمتع بهذا الحب وهذا النقص يلي بيك ما كان حاضر معك وبيك صار بالقبر، ما في قوة ترجع تجيبه،
ولكن الله سكب محبته بقلوبنا بالروح القدس. بس يجي تقبل عطية الروح أول شيء رح تحس بي كل شيء دمره، كل شيء تدمر بنفسك، كل شيء تدمر بثقتك بنفسك، صورة البي، صورة الله، كل هالصور اللي تدمرت بمستقبلك، بحياتك، بعلمك، بتحصيلك، بشغلك، بعلاقاتك الزوجية، بس يمتلي بالروح القدس محبة السما كلها رح تجي وتغمرك مثل ما غمرته بإيدي الاثنين، ورح تعود عنك. أنا سيسيل ما بعرف كيف استرجت تتجوزني، أنا كان عندي كل هالمصايب كلهم، ويا ما أسس تقدموا لها، وينك مرتي؟ ارفعي لي يدك. تشو أنت هون ولا هربتي؟ آه أنت هون عم بترجم. حيوة هي بطلة، عن جد بطلة. يعني عن جد بطلة. قد ما كنت مدمر، قد ما كنت مدمر، الرب قال له هالإنسان رح يرجع يتعمر، والمهما يتدمر بيرجع يتعمر. كيف بدي عمره؟ الرب عطاك شيء، قال له لإبليس لك بدي أعطيهم شيء سخيف جدا رح يبنوا حياتهم فيه. عرفتوا عن أي آيتين عم بحكي؟ ابنوا أنفسكم، ما أنا مدمر كيف بدي ابني نفسي؟ ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين بالروح القدس كتتشير بسيت يا لمرال. يهوذا 10 اف محبة الآب بتصير تستعلن لك بالروح. ذهنك ما عم يفهم، بس قلبك وروحك ونفسك عم تنبني. شو يعني عم بدني بالروح؟ يعني نفسك تتغطس بالروح. مع معمودية المي بتطال روحك وبتطال جسمك. طب مع معمودية روح القدس بتطال شو؟ جسمي ولا اوقات جسمك بتحس برعشة، اوقات بتحس بنار، بس مش هي القصة، يمكن ما تحس بشيء. ولكن تطال نفسك مباشرة. إنها شو النفس يا أسيس؟ النفس هي أفكارك، طريقة بتفكر فيها هي أنت، طريقة تفكيرك، طريقة كيف بتحس، مشاعرك وإرادتك، هيدي النفس. اللي ما عندي إرادة قدام الدخان، ما عندي إرادة قدام يا أسيس، بكون طالع بالكنيسة، بكون بالاجتماع عم فكر بأفكار شريرة، كون عم صلي بتجينا أفكار شريرة. ليه؟ لأنه نفسك مهدومة، لأنه السور مهدوم، لأنه أسوار أورشليم مهدوم. وبقول لك الرب ابني. طب كيف بدي ابني؟ ابني نفسك. طب كيف بدي ابني نفسي المهدومة؟ كيف بدي أحمي أفكاري ومشاعري؟ هون عندنا دكتورة نفسية عم تشتغل، دكتور، وبحيي كل اللي بيأمنوا بطب علم طب النفس، كتير حلو مع الروح القدس. الرب فيه خدكم لأبعاد كبيرة. بيقول لأنه عندما أصلي بلسان فأنا أبني شو؟ قول نفسي. وعندما أترجم أو أتنبأ فأنا أبني كنيسة، الجماعة. فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بذهني، أرنم بروحي وأرنم بصلي بذهني، أصلي لنفسي بالبيت بألسنة، وبيجي على الكنيسة فيني صلي لحالي، إلا إذا في حدا عم يترجم لي ماذا أقول، ساعتها بوقف كوري لا باشي لا 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 لا، بيجي حدا بيترجم وكنيسة بتنام، بتنال النبوءة للبنيان. أنا الإنسان يلي عشت بلا بي وبلا محبة بي، وصرت بدي أشتغل بإيدي وبإجري، وخيفان إني موت، خيفان إني من بكرة، خيفان إني أخسر بيت جديد، خيفان إني أخسر، بس رجع بي يضلني خيفان إني أخسر، وخسرته مات. كل واحد فينا عنده مشكلة مع بيه بشي طريقة. في ناس بيتمنوا أصلا ما كان عندهم بي، في ناس اللي بي يا حبيب قلبي. بس بخبركن نحن يلي عشنا بلا بيات رح نعكس هالشيء على اولادنا، رح نورطهم امراضنا ورح نورطهم كل هالامور هيدي، الا اذا تدخل الروح القدس. روح القدس ياتي
ويسكن فيك ويعطيك مواهب يلي قراها الأسيس أسامة قبل شوي، الألسنة ترجمة شفاء، كلام معرفة، كلام حكمة، إلخ إلخ، قدرة على صنع المعجزات. ولكن بكورنثوس الأولى 14 في أنواع ألسنة، بكورنثوس الأولى 12 أنواع، في عدة لغات حكي فيها شربيل، 300 لغة، في ملايين اللغات، في لغات ملائكة. ولكن بكورنثوس الأولى 14 هونيك بيحكي عن الأنواع ألسنة، كورنثوس الأولى 14 بيحكي لسان بالمفرد، هونيك بيستخدم الكلمة كاريزماتا، هون بيستخدم الكلمة دوريا، هي موهبة غير هديك اللي عم يحكي عنها هونيك. مش الكل بيحكوا أنواع ألسنة، ولكن أريد لكم كلكم أن تحكوا كل إنسان عنده لغة روحية الصلاة يقدر يصلي فيها، لأن عندما أصلي بروحي فعال ما بيفهم، هيك قال، أريدكم جميعا أن تصلوا بلسان، بس مش كلنا فينا نصلي بأنواع ألسنة، هيدي لا أشخاص خاصين موهبة. أنا يلي تدمرت من غياب الدعم، من غياب البي، من غياب الحنان، من غياب العاطفة، من غياب التوجيه، من غياب الإطار يلي يقدر اتحرك فيه، كنت مفير نفسي مفلتي من كل الميلات ومفتوحة على كل الاحتمالات، بقلي تشي بروح معه، بقلي دخن بدخن، بقلي شراب بشرب، بقلي نسوان نسوان، بقلي مخدرات مخدرات، وبلاقي حالي ما عم بشبع، ما في حدود. وكنت مؤمن، وكنت اجي على الكنيسة وكل احد اقعد ابكي ورا، وابكي ابكي ابكي، الدرين مني عم يرنموا مبسوطين وانا عم ببكي، ما عم بقدر رنم، لانه وعدته ليسوع اعمل هالشي وما عملته، وعدته السبت ما ازني سبت زنيت، وعدته السبت ما اسكر سكرت، وعدته الجمعة ما اكذب كذبت، وعدته ما اسرق سرقت، وعدته ما اشتهي اشتهيت، وكل ما اجي لمحضره حس جهنم بقلبي والعيني، اتعذب اتعذب، الى سمعت انه في شيء، في حدا، مش شيء، في حدا اسمه الروح القدس، وفي حدا حبني، ويسوع نعمته غمرتني وعرفني رح اقشط، وعم يعطيني الروح وانا ما عم بقبل، لانه مش فهمان شيء من شيء. اول مره بسمع في شيء اسمه الروح القدس، في حدا اسمه الروح القدس، وطلبته كلهم حكيوا بألسنة، ما صار معي شيء، ولكن قلت له أنا عطشان، أنا يا بتعطيني الروح القدس يا راجع، مش على السكر، راجع على المخدرات، ما عايش فيني عيش هالعذاب، بحبك بس ما عم فيني أمشي مثل ما بدك، صدوني يا أحبة. كنا عم نبكي بالدي تي اس، وبس استسلمت قلت له يا رب خلص، قال لي يلا حكي سعيد، يلا حكي، شو بدي اقول؟ قال قول تا 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 تو تو تي كي، قلت له بس شو ما بفهم شيء، قال لي انت قولوا، انت قولوا شو بدك. بتعرفوا كيف السياره على الكربراتور من زمان كانت تطفي السياره، نجرب ندور بتدور، تحط لها شويه بنزين بالكربراتور، هو يدور يدور الموتور، شو الطرمبه تشتغل تشفط البنزينات من الريزرفوار، بنزينات من الريزرفوار بس الكربراتور فاضي منشف ما عم يوصلوا. ما صرت اقول دي 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 دي، هي هي، وفجاه شفطوا البنزينات، بلش لسالي ترغي، اللغه ما عم بفهم شيء، بس شو كل اللي عرفاله انه انا مبسوط، انا فرحان، انا بطل الي نفس شم ريحه السيجاره، بطل الي خلق شم ريحه الكحول، كنت اهرب تولع سيجاره، بطل شيء عليلي، رفت منهم رفت باللحظة اللي بلشت فيها ابني نفسي، وبلشت أنا أصلي بلسان، ومش مرة بتصلي، كل يوم الصبح ظهر عشية، أنت ونايم، أنت عم تسوق ما بتعرف شو بدك تصلي، قوم صلي بلسان. مرة ثلاثة بالليل وعيت، شو في الآن ما عم بعرف نام، لمين بدي صلي ما بعرف، يا رب شو في، ليه وعيتني ما عم فيني نام، يا عم حط إيدي على الحنفية، امشي حافي، ارجع اجي، ما قدر نام الآن. قال لي صلي بألسنة، مش عارف شو بدك تصلي، صلي بألسنة. وقفت هيك بعدت على اوضه لحالي، سكر اوري دا 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 سيوكري برا برا شير، بلش صرخ وابكي، اخر شي ارتحت رحت نمت. هاي مرتي على طول بتصير معها، كون انا بازمه بلندن شي بقصه بدي اقول لي شو صار معك، كنت عم صلي بألسنة كل الليل، شو كان عم يصير معك؟ اسكتي يا عمي، صار معي قصه وعلقنا.
بيجي بعد جمعة بعرف انه بهالتاريخ بهالوقت حدا عامل حادث بالليل، انقطعت في السيارة الساعة 3 الصبح وما في حدا عم بيساعده، ما بيقدر يتصل بحدا، والرب بعت له مثل الملائكة ساعدوه جيبوه ووصلوه. انا كنت بالوقت ذاته عم صلي بألسن. شوف القوة. بس بدي اخبركم عن اختبارات لبكرة الصبح ما منخلص، بس بدي اقول لك روح القدس بحبك. يمكن انت تدمرت، يمكن انت تدمرتي، يمكن بيك كان غيب، يمكن اهلك كانوا غيبين، يمكن امك وبيك كانوا غيبين، يمكن ما حدا كلهم عم يدمروكم نفسيا وروحيا. ما تلوميهم، سامح بيك، سامح امك، سامحوهم، لانه قد ما عطيوكم ما راح يعطوكم يلي بيعطيكم اياه بيكم السماوي بالروح القدس. هللويا. لذلك الان ربنا من الفقره الاخيره بدنا نحط ايدينا، بدنا نصلي على الزيت، ندهن ايدينا نحن خدام بالزيت ونصلي لكل المرضى ونصلي لفيض الروح القدس. ترانيم من بعد ما يحكي ابونا جوزيف ضو، وعدته بدقيقتين وبدنا ننفتح للروح ونقول له افعل ما تشاء، افعل ما تريد، انا اريد روح القدس. يسوع قال كيف فينا امتلي بالروح القدس؟ بكون تعرفوا مين بحب يعرف مين بده يمتلي من روح القدس بهالمساء، مين بده يمتلي من روح، مين بده يتكلم بألسنة، بده هالموهبة. بيقول السر وراء الموضوع، قال له كيف يا رب؟ قال له ان عطش احد، مول اصبعك هيك، اذا منك عطشان وجوعان للروح القدس ما بيعطيك هبته هيك تتسلى، الا اذا عن جد بدك رح يمليك من وهب. ان عطش احد فليقبل الى مين؟ مش لعندي، لعند، فليقبل الي عن يسوع، ومن امن تخرج من بطنه انهار. امين. عطش، امن، دع عند يسوع، امن، افتح تمك واحكي وما تخاف شو ما قلت، عند ترجمان فوق ترجم له، مهم روحك تكون عم تصلي من قلبك. ابونا جوزيف اهلا وسهلا. صمت ولو شفت في كتار بلشوا يطلعوا من الكنيسه زهقوا، بعرف نحن منتعبكم كخدام. انا بدي احكي اربع كلمات فقط، بعرف تعرفون بس مثل اعاده افاده. الرجاء هو توقع العقل ان الله يحقق وعده. انا كرجال بوعد مرتي، انا بيوعدني بوعد باخده على وعده. اول وحده، الرجاء توقع العقل أن الله يحقق وعده، خدوا على وعده. اثنين، الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه. لح اشرحها. الرجاء هو توقع، الرجاء هو بالعقل، بعقلك تصدقي أنه يسوع قال في عجائب طلع على السماء وفيد روحه، والروح القدس ليس ملاك كما خبروكم، إنه نفس الله، نفس الله، الله خلق آدم نفخ فيه روحه، خطيته راحت، اليوم بده يجي عليكم روح القدس ويحل عليكم. ثلاثة، الوصوب ما نرجوه، يعني بالداخل كل شيء تطلبونه بإيمان من جوا، آمنوا أنكم نلتموه. آمن بقلبك يا بي السماوي أعطيتني، هين كثير. ثلاثة، يسوع يلزمكم مثل ما قالت هالأخت أنه تفوتوا هلأ على الكنيسة وتسكروا الباب، لو ما شفتوا الباب مسكر شو يعني؟ ثالث كلمة، ألزمة. ألزمة ما مننتبه لها بالإنجيل، وارد بمتى 14 نتمجح إنه تكسير الخبز أوكي والسمك، لا، النص رائع بشغلة يا أحبة. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. الجموع ما كان بدو إياهم بالسفينة، بدو تلاميذ. تلمستوا كتير بالغزية وبالشام وبكل منطقة. انتو معكم خبر عدد سكان سوريا اعتبر 23، 8 بلبنان، 31 مليون. معكم خبر بسوريا ولبنان كلها يوم العنصرة ما حدا عامل رياضة ومجتمع خدام تا يسوع يبعت وعده إلا هون. هلا ما تاخدوني هون لحو جاي لهون، نطرنا بس هلا اوكي
تيطبق فينا الوعد. أما الذين آمنوا تلازم هذه الآيات باسم تدون الشياطين يتكلموا باللغة الجديدة عليهم يضعون أيديهم على المرضى. هلا بدنا نصلي لكم بدها تيجي هل روح قدس يحل عليكم من الآخر. رابع وحدة وبختم. طولت نعسته أبدا. هي خدوا على كلمته خدوا على كلمته. من بعد ما طلعهم بالسفينة للتلاميذ اجت العواصف تركهم هم. اجت العواصف بلش السفينة عم تغرق. جاي بنص الليل بعز دين الأزمة بيجي عليك. شو اللي صار؟ بطرس كان قال نص ربع فرخ مؤمن. إن كنت أنت فمرني أن آتي إليك. قال له يسوع تعال. شو قال له؟ تعال لهون تعال يا ابني أنا بحبك بدي أغمرك بروحي بهديتي لإلك. إن كنت أنت فمرني أن آتي. فقال له تعال. شو عمل بطرس أول شيء؟ مشي عشو ما حدا التلاميذي ما حدا يحكي عشو مشي لا مشي عكلمته أخدوا عكلمته بعيون قلبه صدق الوعد. تعال صارت الأعجوبة. بعد شوي بلش يفكر بعيون البشرية معقول أنا أمشي معقول يصير معي أعجوبة وبلش يغرق. كل القصة خدوا عكلمته حبيبي أوكي. في قصة مرة كان بيتر اختي ريتا انا من خبرة عم خبركم اياها 25 مرة عاملين في هيدا الروح. ريتا كان إلها تقريبا اختي بالجسد وبالروح 15 16 17 في هيدا الروح. يومتها كان اخ بيتر هون طلع يحكي قام عطى 100 دولار عطى حدا 100 دولار رجع عم بيعطيه 100 دولار تاني قال له بتصدق لحطيك 100 دولار صدقه. قال له طب كيف يسوع عم بيعطيك الكاريزما عطية هدية هي فايدة روح هلا تاخد الموهبة بهالإقناع الصغير. نحن انبسطنا بالدولار بس كلنا صدقنا انه يسوع لح يعطينا معه بيطلع له 5 دولار منيحة 5 دولار صدقتها أخدتها أخدتها أخدنا على كلمتها أخدها. تعوا هلا لا لح يصير كهرباء ولا من يحزنون. روح الله هو نفس الله لح تروحوا عمانات وتصيروا تبشروا وتجيبوا الناس تيعرفوا يسوع. قولوا أمين.